مشاهدينا الأكارم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم عبر حلقة جديدة واتكاءة جديدة من حلقات اتكاءة النصر. اتكاءة اليوم على الحرف، واتكاءة على الكلمة، اتكاءة على الجمال، الشعر، الكلمات المنمقة، الدوبات والمربعات. سعيدة جدا من خلال حلقة اتكاءة يكون معي واحد من شعراء الدوبات الكتاب، يمكن هو لسه يدا في مسيرته الشعرية، لكن حنتعرف على وقت رح نتعرف على كتاباته وعلى كل أعماله. سعيدة جدا يكون معي محمد الطيب البدوي الركابي. أهلا ومرحبا بك الركابي. مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة النصر. أهلا ومرحبا بك الركابي، وتحية لكل مشاهدينا وين ما كانوا بيشاهدونا في السودان وفي العالم أجمع. أغلب الشعراء بداية كتاباتهم دائما بتكون الأب والأم والوطن، اللي هم المثلث اللي بيكتمل الإحساس من خلاله. نعم دي حقيقة، يعني الوطن ده احنا مهما قلنا أو مهما قلنا أو مهما كتبنا ما بنوفي فيه حقه، وزي ما غنوا فيه غيرنا كتير، فدي زي ما بيقولوا واجب يعني. فالإنسان لا بدور على شكر ولا سناء ولا أي شيء. فأنا هستي بهدايا للشعب السوداني ولكل الناس اللي بتابعوني بهنا من هنا، والبعث محمد الطيب الركابي، وبقول لهم أول كلمة تكتب في القصيد ووزاني عز ضحية لكل زول بيقول سوداني، كلمة زول حروف عظيمة شاملة معاني في كل الدول، أنا بفتخر بإخواني. عفيف انفوس لا بتنعاف ولا بتنجر، لا مهتمة بالفارغات ولا بتنغر، وجوه باسمة لاها عبوس لا بتنصر، كل ما أجيب حروفكم في القصيد بنسر. سودانينا نحن وتب قلوبنا نظيفة، نطبح قرجة ليه جيراننا نكرم ضيفة، محلحل لينا رحمة في المداين وريفة، ننزل مطر في وقت الهجاير وصيفة، يعجبنا العفاف والعفة من تالاها، ما سوينا شان نص الخلق نذباها، ربينا وقمنا في الدار العبوس وشقاها، ما بنقول نحن ونفتخر ناباها، مما قمنا اتعلمنا ما ننزل، ودرب أبوابنا لا الموت عنه ما بنتخلى، لا بيمرنا لا بنهانا حد غير الله، ونضوي الدنيا زي بدر التمام الهلة، شايلين همك وطن الكبار وصبية برجال المحاصاد، أرضك انت غنية، الشعب المناضل وثورة السلمية، ربي يعل غامت وهمة وقوية، ريدك يا وطن بيه القلوب مزدانة، اسمك بالشرف توب المعزة كسانة، عايشين في نعيمك، عايشين في ترابك والنعيم الجانة، حبك يا وطن في الجوع عمل مكانة، غيرك يا وطن ما في شي يزيل آلامي، فيه خطيت أساسي ومنيتي وأحلامي، يا وطن الجدود قبال أقول كلامي، ليك ألف ضحية وبالمحبة سلامي، رفرف يا علم في كل حين ومكان، مكان يا وطن الجدود ما بنرضى ليك إهانة، بالموت احنا فيك انت وفي ذاك ادمانا، برضك يا وطن في قلوبنا باقي امانه، جريت النميم فيك وكتبت روايه، يا بلد الحبيب الفيك بلقى هنايا، ارضك ليها كل معنى القصيد غنايا، لازم نمدح السودان ولايه ولايه، اخويا في الغرب او في الجنوب او منبع الشيقيه، كسنان المشط يا اخي اللي نحن سويه، نتوحد جميعا ونترك العصبية، هم المصلحة العامة وبين الوطنية، ونرفع يدنا لرازق الطيور والحية، ربي هون القاسية وبن المدنية، أم درمان وبحري وبري والمنشية، والخرطوم سلام العاصمة القومية، عجبان الحضارة في بلدنا وغيرها من مدن السلام، أرض المحبة جزيرة، في قدر في سعد نعمات زايدة كثيرة، خيرات الهنا المتعنا بيها سفيرة، يا ود الرجال اوعاك تنسى ديارك، الرب جدودك والورى وقبالك، متن همتك وارسم عليها امالك، اطبع صورة النيل والنخيل في بالك، ونكتب لوحة في ارض الشمال نتغنى في رطب النخيل ساعة تميل تتنى، نيالة وكردفان رسم امان وطننا في الشرق الحبيب في بلا السواكن هنا، ومعروف كل قاسي ابن القليها نهاية، جملة شعر انت وبرضو انت غناء، برضو انت غناية، اعطيك كل ما املك قروش ودماية، بفديك بيها مالي ونفسي حتى جناية، حقيقة وثبتة في التاريخ سبت مكتوبة، افضل موتة في ساحة القتال وحروبة،
نحن الدنيا شققنا وعرفنا دروبة أزال درجال شند وبلاد النوبة وفي الغيام العظيمة فوق معلب هناك وتمطر بالبشاير ديما انت سماك طبيعتك والجمال البيها ربي حباك وينك من شموخ مرة وجبال التاكة ونشرب جمنا في أرض البلاد جمالة وشوف الروعة في كسل العجيبة جبالة في غرب الوطن كل المعاني أصالة في دارفور شموخ عزة وثبات وبسالة ومعروف في المغال خير الحديث ما غلى وصدق في الشهود ما كم معاه أدلة لازم نفتخر به الوطن يا خلة نسجد ذا الكريم لكن سواه مزلة نسجد ذا الكريم لكن سواه مزلة. يا سلام تحية لك محمد، التحية كمان لكل أهلنا في كل بقاع الوطن الحبيب وين ما كانوا بيشاهدونه. يمكن مربعات جميلة جدا صورت من خلالها الوطن الحبيب بمناطقه المختلفة بأناسه المختلفين، هذا يعني شيء واجب ما أقدر أعبر عنه بحاجة أصلا. التحية لك محمد. محمد خلينا نرجع لبدايات الشاعر محمد الركابي. طيب أنا مما كنت صغير يعني الإحساس زي يمكن جاني وأنا بدرس في الأساس. أول أنا من هنا برسل التحية للأخ منذر طه الضوء الأهوى من رفغات درب. أذكر كنا ندرس في الصف الثامن أساس وواحد يعني أحد رفغانا في الدرب ويمكن زميلنا وزور عزيز علينا الأخ وسام الحميم أتوفى ونحن كنا في سنة تامنة. فأنا كنت أتذكر من البيت ماشي المدرسة كنت لي منذر قلت له والله يا منذر أنا دركتي في وسام هذا شهر. فمنذر قام معي اللي قال لي كلمة كده لك أنا ما بتذكر أنا هسي من هنا برسل له التحية والشهر لسه ما كتبته. فهذه كان عندي إحساس أني أنا هكتب شهر. أنا كنت بسمع الأغاني أو القصائد النبوية وبسمع كثير من القصائد وكنت بحفظ كثير. فكان القصيدة لما تعجبني كنت بزعل نفسي زعل بقول هل يا ربي دي مؤلفة زول زي أنا ولا. كنت منطبع معاها شديد وكنت متأكد أنه أنا في يوم من الأيام حاجي أكتب شعر والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. محمد ذكرت أنك أنت كنت بتقرأ للقصائد النبوية، ده بيعني أنك أنت تأثرت بالكتابات الصوفية في بداياتك؟ نعم أنا تأثرت بها. أنا يمكن ربيت في بيئة صوفية يعني ما بكل تأكيد ربيت والحمد لله رب العالمين. الحاجة دي ظهر تأثيرها في كتاباتك ولا بعدين؟ والله هي كانت تناولت أنواع مختلفة ومتعددة من الشعر. يلا هي كانت البدايات. أنا بديت بالقصائد النبوية وكتبت لها. فأنا هناك واجهت مشكلة أني في القصائد النبوية أنه لما أكتب ما بلقى زول يساعدني حتى في الأداء أو يساعدني في أو يشيل معي يعني عشان يقول المدح اللي أنا كاتبة. فكتبت يمكن قرابة 80 مدحة أو أكثر. فما لقي الزور ساعدنا على الحتة دي فيمكن معظم منها ضاع والمعظم حرق وعشان كده فتاني وقفت هذه المدايح إلا أكتب لطلبات خاصة ولا كده. فاتجهت للشعر. هو لما جيت دخلت جامعة القرآن الكريم يمكن الأخ مصطفى عثمان عارف أنا من هنا برسل له التحية يمكن هو السبب اللي خلاني أنا أكتب شعر. أنا ما احتكيت به في حياتي لكن التقيت معه في مواقع التواصل الاجتماعي. فهو كان دائما يعني بينشر صورته وبينشر معاه شعر. انا ما كان عندي بيه معرفه ولا كذا. فكل ما اشوف صورته بقول يا رب الشخصيه دي ما هي كلها مره بتنشر كتابات وكذا. فاطلعت عليه مره من المرات فعجبني شعره ودخلت عليه في صفحته فلقيته ناشر حاجات سمحه فعجبتني الفكره قلت انا ما احاول يمكن اكتب شعر. وفعلا صبحت مع الصباح ومسكت القلم وبدأت والحمد لله رب العالمين كتبت قصيدة كانت في الأم والثانية كانت في الوطن. من هنا أنا بديت أنطلق وأنا من هنا يعني نقدر نقول عليه ده الشخصية الملهمة بالنسبة لمحمد الركابي. والله يمكن الشخصية الملهمة والقدوة الحسن اللي أنا التحية له وين ما كان بشاهدنا بالتأكيد. محمد ذكرت أنك أنت طالب في جامعة القرآن الكريم. نعم. طيب المسرح الجامعي له دور كبير جدا يعني في إبراز المواهب والإبداعات. يمكن يكون معظم الشعراء والفنانين اللي طلعوا وهم شباب كان المسرح الجامعي هو اللي قدمهم.
فدور المسرح الجامعي في ظهور وإبداع، ظهور إبداع لشخصيات شعراء وفنانين. أنا أول حاجة من هنا برسل التحية لرابطة الطلاب ومهابج الثقافية، يعني يمكن تكون دي نقطة الانطلاق لي أنا عشان أطلع للعالم العالم الشعر. فالجمعية دي يمكن عرفتني بشباب كتار من الشعراء، فأنا زي ما قلت لكم بدايتي ما كنت بعرف شعراء كتار، فأنا من الجمعية دي يمكن اتعرفت على ناس، على شعراء مثال الأخ منتصر عبد الله الماجد له التحية من هنا وربنا يرد غربته، والأخ سرور الزاكي وفخر الدين وعديد من الشعراء دول أنا احتكيت بهم، فيمكن دي برضه لها أثر، لها أثر في مسير حياتي الشعرية. التحية لهم والتحية لك محمد. محمد أنت من القضارف؟ نعم. منطقة يعني طلع منها كثير من الشعراء وكثير من الفنانين، كثير من المبدعين في شتى المجالات الإبداعية المختلفة. تأثير البيئة على الشاعر وعلى الكاتب؟ والله هي يعني بجد لها تأثير شديد، فأنا يمكن ربيت في بيئة يعني ما بقول لك ما فيها الشعر وما بقول لك فيها الشعر، يعني ناس محبين للشعر يعني باسمه حتى الأخ أو الخال أبو القاسم الحميم الشيخ. فأنا كنت لما كان يمكن بداياتي وأنا لسه طبعا الناس كلها مستغربة، وليت جبت الكلام ده من وين، هو الكلام ده حقه جبته بمصدقة ومصدقة. فالخال أبو القاسم أتذكر كنا بعد رمضان أو بعد الإفطار في رمضان دائما بنجي عندنا كده قاعدة، كان بيديني شعر من شعره القديم، هو الآن وقف يمكن ما بكتب، فبيديني وبجادعه وكان بحمسني. وبرضه الخال عبد الصادق الهمي والشيخ له التحية برضه كان بيقول لي يا محمد جديدك شنو في الشعر، وكان يمكن أنا أكثر ناس بقدر يعني أوريهم كل شيء في الشعر. طبعا ما يزول أنا بقدر أوريه لأنه في ناس أنا عارفهم، فأنا في يمكن شباب لهم التحية من هنا برضو وقفوا معي وقفة شديدة، ولا لهم من هنا برضو التحية. أنا دول أنا ممكن أقول لهم أنا الليلة جبت جديد، طلعت جديد. طيب هسي حنسمع جديد شو؟ طيب نسمع البطانة، خلونا نرجع للبطانة وش ندي حقها وبعد ذاك نشوف باقي الأمور. طيب التحية من هنا لكل أهلنا في البطانة، والتحية كمان لكل أهلنا في كل بقاع الوطن الحبيب. من أرض البطانة سلام وشوق ومحبة، خيرا عم زين اسم الخريف الهبة، برجك شالع المريود صحبك صب، أهلك عز والعز في ديارنا تربى، بلدا سمحة حيرت الجميع وصافة، فوق القمر عشعش والبغر الطافة، منك والأيام كتبت لي أبقى مسافة، كيف تهنى زول لا سمع لا شافة، أرضك يا مهبج سمحة المناظر فيها، ومن نعم الكريم مولاي مجيه جيها، طب يشتن فيك في أرض الله قل شبيها، بيته وبالجمال رب العباد كاسيها، منبع أنت للغيم المعظم شان، من كل البقاع كالمشفى ناس جيانة، مرتع جقلة مبسوطين دوام دوام ضيفانا، في الخير اللي بيكون في طينة وديانة، إم الشكك أخوي ولا خاتم نية، أبحث تلقى في التاريخ كتب مروية، كرما فينا ما هو خبيز مرارة وشي، أبواب فاتحة للزوار ونارك حية، دان يخطوفة بالخيرات فيك نتهنى، فيك النعمة يوت مزدحمة أرضك جنة، الخل البنم فوقك كتب ويتغنى، تغريط القطا وسلك الرباب الرنة، مرحب بيكم إن جيتونا يوت يا أخي الله، صافية قلوبنا زي بدر التمام الهلة، مبسوط الخلق أجانا عابر وحلة، حتى القمر إرك في ديارنا وتلة، يفق تجار صغار وكبار وجيبة تكية، وأهلك عندهم كل الأمور مقضية، ناس يكرموا الضيفان ويحفوا الدية، ليهم شوقنا زي شوق الغريب للجية، أولاد عز والعز في ديارهم أسمى، وليهم طلة زي ريح الدعاش والنسمة، عارفين الغدر من الكريم والقسمة، في كل حين يقابلوك بوجوه مبتسمة، طهر قلوب وما بلاقوك غد بكشرة، الرضا والتواضع في الأسر منتشرة، طويل بال يعدلوا الحال وقول بشرى، أصحاب فرس سمتانين وطيبين عشرة، بفقد الجار بيبدو جياع عشان يتعشى، وكفهم رحمة زي مطر الخريف الرشة،
قلوب طيبة لا بتغش ولا بتنغش، ما بتجبرها هات الزمان تنهش. أهلك انت ما بعرف الرزايل حاشة، فوقهم طبعة الجود أصله ما بتتماشى. عندهم الجرح ما بدر لي إبرة وشاشة، والعاداه ما ظنيت كله يعاشى. كيف الصحة يا مكوك نفوسكم راضية، طيب ذوق ليكم شوق كلمة ماضية. مستفة قلوبكم في للعيلة المو فاضية، نورت المداين انتو أرض البادية. بندوس لهيب العركة نحن سيادة، والخوف والبخل شناه بر إبادة. التاريخ بيشهد هاك من إفادة، بندوس لهيب العركة نحن سيادة. الزل والهوال للأمة ما بيرضينا، عزة وذكر مما قمنا فيها ربينا. بس من نحن يومات السماح كاسينا، إلا قمنا بالشوف الوجوه الشينا. يا هو طبيعنا معروف ما بدر لسؤال، وسود في العركة صح لكن طويل ينبال. إن جايين بالخير والبشارة تعالوا، من خاوينا ما شال المصالح مال. ومن بين الأمم حافظين نحن شرفنا، ونحن الكل بيحكي وأي زول بيعرفنا. نحن روينا من الجود تاني غرفنا، زي ضوء الغمر معروفة نحن وصفنا. صافي النية صافي النية، ونحفي الدية حقنا نابة. ننزل رحمة زي مطر الخريف وسحابة، يوم الرايكة تعكر والوجوه تتغابى. لا بنتطرف أخوي للوجوه بنهابة. مما قمنا معروفين وصولنا فراسة، شايلين الأمانة جينا بيها وراسة. نحن حمى التراث في الحارة نحن يغاسة، يوم العركة والفجعة اللي بضرب نحاسة. وآخر قولي فيك انت القصيد برويه، وعزك يمهبش كل البلاد تحكيه. الخير اللي بعمنا والسكن واديه، وننظمه نحن شعرا برضو ما بنوفيه. ننظمه نحن شعرا برضو ما بنوفيه. يمكن مربعات وقصيدة جسدت وصورت العادات والتقاليد السودانية، الكرم الشجاعة الحماسة المعروفين بها نحن السودانيين ومشهورين بها. يمكن حاجات اتربينا عليها، انت ذكرت انها هي في البطانة، لكن خلينا اقول ان هي في كل السودان وفي كل منطقة من مناطق السودان، دي العادات والتقاليد الجميلة اللي احنا اتربينا عليها. طيب محمد، انت قلت من القضارف وكتبت عن البطانة، يمكن اغلبية الشعراء بتحسبون انهم في عنصرية للمناطق اللي هم موجودين فيها، المحايدة الموجودة في القصيدة دي تكلمنا عنها. والله اول حاجة طيب طبعا بالنسبة للعنصرية، يعني هي مش عنصرية، فاي زول زي ما بقول لك يعني انت تباها بقبيلتك لكن ما تنبز الغير. يعني العنصرية هو زول بيسب غيره، لكن انا بتكلم عن البطانة. لا مش عنصرية للقبيلة بقدر ما إنها هي عنصرية للمنطقة، بغض النظر إذا كان المنطقة هي بتسكنها أي قبيلة من القبائل. فبيقول الشاعر إنسان بيئته، فكل واحد بيكون معتز ببيئته لدرجة تحس إنه هو متعنصر شوية للبيئة. فمحمد جاب حاجة مختلفة تماما، إنه هو من القضارف وكتب عن البطانة، ففي محايدة كده موجودة في المربعات دي. ما هو حايد بالنسبة للبطانة دي شاملة، يعني هسه ما أقول لك عن البطانة دي بالنسبة، يعني لو يعني قدرت أعرف مكان من وين أو المناطق اللي هي شاملاها، يمكن من الجزيرة أو من تنبول، يعني أي زول تسأله وكده بقول لك أنا ماشي البطانة. حتى نحن هناك أنا أذكر مرة من المرات مشيت البطانة ومشيت الخلا، فمشيت مكان بعيد في البطانة، فبزعل الناس بقول لهم أنتوا ماشيين وين، بقول لهم ماشيين البطانة. عشان تقول يعني البلد ده ما اقدر اقول لك فيها عنصريه، لانه شامله مناطق كثيره. حتى انا كان افتخرتها، يمكن الان اي زول بيسمع قصيدتي دي اذا كان في اي كل مناطق السودان بحس انه البطانه دي هي يعني طماه، حتى وين كان يعني يمكن بحس انها هي بتعبر عنه، يعني اي مكان في السودان دي تزال. حتى انا اذكر في خشم القربه، فحتى هناك رعاه الغنم لما نمشي بيقولوا ماشيين البطانه، يعني في كل مكان يزل بيقول لك انا البطانه، فهي تشمل مناطق كثيره في السودان، يعني ما حتحس ان فيها عنصريه شديد. طيب محمد، القصيده الاولى والقصيده دي يمكن اختلاف حتى في المفردات، لما تجي تكتب عن شيء معين بتحاول انه لازم تكتب بمفرداته عشان انسان البيئه اللي انت كاتب عنه تكون بالنسبه له قريبه، ولا الحاجه دي جات بالصدفه؟ والله الحاجه دي مش جات بالصدفه، هي يعني يعني اول شيء انت بتفوت الحاجه اللي انت عايزه تكتب عنها، بتعمل لها دراسه كامله، واللي انت عايزه تكتبه باي شكل، وعايزه توصل المعلومه للناس كيف، فمن هنا انت بتكتبي. يعني حتى الوطن انا عايز اوصل للناس ان احنا كلنا
نكون يعني سوية ونتوحد، وهمنا الوطن كله ينهض، يعني هم النهضة والوحدة وكذا. في البطانة أنا بتكلم عن الطبيعة والخصال السمحة في ناس البطانة، عشان أي زول بيسمعها يقول يتمنى إنه يعني الصفات دي بتعجبه، يعني بخليه بيقول إنه داري يبقى زي الناس الطيبين دول، زي الناس حتى بتخاطب باللهجة المحلية وبالمفردات المحلية. نعم. ما بعرف جقلة و يعني حتى المسميات المحلية ذاتها أنا شايفها ظهرت من خلال المربعات. نعم، نحن بنذكر هذه هاي فقط لإشارة السامع. هذا السامع ينتبه فجأة كذا أنه في حتة هنا في منطقة، المنطقة دي الحاصل فيها شنو؟ أو ناس بيتصفوا بشنو؟ صفات السمحة فيهم، فبحاول أنه يتحلى بها في بعض طيب محمد، يمكن هما قصتين مختلفات لكن هما يتبعوا نفس الأسلوب اللي هو المربعات أو الدوبيت. نعم. كتبت أنواع تانية من أنواع الشعر ولا بس كتاباتك كلها دوبيت؟ والله تناولت يمكن النصوص بأنواعه. طيب خلونا نسمع نص. طيب النصوص دي أنا كتبتها لكن فيها غزل. طيب خلونا الغزل ده لو دخلناه يمكن تخرج منه صعب، لكن قبل ما ندخل في الغزل أنا بديكم نص بتقول: اسمك في القلب موجود، بحبك أنت يا السمحة وحلا الضوء الغمر فيكي، وسيرتك للحزن تمحى، وحاتك يا الحضنتي الدار بريدك زي نظر عيني، وبحب نسماتك الحلوة لأنك بس حبيتيني، عشانك بالقلم بكتب برسل لك يا جعاري، لأنك أنت ذوق وإحساس واسمك في الوريد جاري، ده قبال أوصف الأحوال وكد تلقى المطر نازل، ده من غير لمة الحبان وبالحنية نتقابل، كد نشوف البلد ذاته وكيف اللمة وسط الناس، بنتبادل عبارات الفرح ديما، بنزرع أجمل الإحساس، بعد ما عشت بر سنين وكانت بالصفات تحظى، بعد ما عشت بعود أهلي وكانت أصعب اللحظة، بعاد بيناتنا دام أيام تسطر في العمر ذكرى، فرحنا والحزن جمعا بنكتب منهن فكرة، بصارح في الزمن مرة ومعاي تتقلب الأحوال، بعيش بفرحة في المرات ومرة أعيش أصعب حال، خلاص ما فيني أعمل شيء لأنه الجسم مكتوبة، وكيد سلمت للأغدار معاها انفاسي موهوبة، بعد ما دارت الأيام ولسات العشم فيني، ومستني الغدر يا ريت لناس البيت يوديني، ولكن البكون يا ناس ده مجهول علمه عند الله، سجدت وللإله رجيت يقولوا للرحيل يلا خلاص، جهزت للأغراب بإذنك للبلد واصل، ومن فرح العيون تدمع وما نصدق الحاصل، وياني الليلة أمشي البيت من بعد الغياب الكان، أوصل بسعادة وشوق ومن بعد الحزن فرحان، ودمعات الفرح تنزل وتمسح مننا الأحزان، وننطق باللسان كلمات تسطر أجمل الأوزان، أقابل كل أهل بلدي وعاد الزي مشتاقين، وكل إنسان يعبر شوقه بكلمات تسمع عليها جرس ورنين، أخيرا عدنا جيناكم نصوم أعظم شهر هلا، هو رمضان الفضل فيه دي فرصة برجع الضربة، نعيش في أجمل اللحظات معاكم أنتم نتهنى، ونقضي بالفرح أيام سعادات تنبعث منا، تعالوا نشوف بلدنا كمان وكيف حال الخريف فيها، وكيف المطر لما الصب يقوم أجمل نبات فيها، ونزرع نرمي تيرابنا، وفي ناس مرات بتمشي تحش، ونستنى المطر ينزل يقوم شكل الزرع يتهش، ينبت كل مرة يزيد وينبت بالمقاس أحلى، ومن قدرة كريم ولطيف يطلع منه رزق الناس، وينبت كل مرة يزيد وينبت أحلى بالمقياس، نحصد منه كل جميل نوزع منه للمحتاج، ونكسى منه بالأخلاق تكون كالحلة أجمل تاج، تكون كالحلة أجمل تاج. يا سلام يا محمد، كتبت فصيح؟ والله كتبته. اها إن شاء الله. ده معناه أنت كتبت كل أنواع الشعر؟ كتبته، لكن الفصيح أنا ما أقدر أقول لك أنا كتبت فصيح إلا أوديه لنقاد عرب يعني يجيدوا لي، لكن أنا كده ما بطلع أقول لك أنا كتبت فصيح، ما بصرح لك. اها لسه يعني؟ يعني لسه. طيب على ذكر النقاد العرب، ليك في المنافسات الشعرية سواء كان خارجية أو محلية،
خطة تجربة بتاعت المنافسات الشهرية؟ لا ما خطة تجربة. ما خطة. لكن النية فيه. والله إن شاء الله أكيد النية لكل شيء فيه. أها. طيب المشاركات في المهرجانات والاحتفالات الداخلية؟ هي شاركت يمكن في الاحتفالات في جامعة القرآن الكريم بالعلوم الإسلامية. وما شاركت يعني يمكن دكتور مشاركاتي بتكون هنا في المنتديات اللي بتكون في الجامعة. لسه ما طلعت من إطار الجامعة والمسرح الجامعي. والله يمكن كان في منتدى كافي ليالين الثقافية هو كانت طلعت عليه برضو من المشاركات الخارجية. ده يمكن أول لي مشاركة خارجية. طيب محمد الشعراء وبالذات اللي في جيلكم أول ما الواحد يكون بدأ يكتب بيكون خط في راسه أول حاجة إنه أنا حكتب عشان أكتب لفنانين عشان بعدك الشهرة والمال والأحلام الوردية الجميلة دي. فليه ما كتبت لفنانين؟ ليه ما تغنوا ليك؟ ليه ما حتى ما حاولت؟ والله أنا مش محاولتها لكن أنا المنطقة اللي أنا ربيت فيها يمكن ما فيها ناس بغنوا كثير. فيمكن زي ما قلت كبير هي بيها كانت متصوفة فأكيد ما كتبتها. كتبت أغاني لكن ما يتلحنت. واللي اتشالوها مني هم يمكن ناس في بداياتهم يعني لسه ما ناس غنوا أو سجلوا في استديوهات كده. الناس كلهم في بداياتهم الشعرية. هو في مسيرة في بداية مسيره. المسيرة الفنية. نعم المسيرة الفنية في البداية. يعني شوية كده حنقوم نسمع أغاني من كلمات الركابي. والله إن شاء الله ما تسمع. طيب محمد نحن نتمنى لك كل التوفيق ونسمع منك. طيب خلونا نسمع غزل. انت حزن حياتنا وبرضو انت فراحة وانت تضحك قلوبنا وتفيدك جراحة. كثير عانينا في درب الغرام بصراحة لا بنتهنى بينوم لا سكون لا راحة. قبل تقولي خاين وقلبه مرة جفاني هل تدرين انت سبب شقاي واحزاني. بطرح لك سؤال داير جواب في ثواني هل غلطانة انت ولا قلبي اناني. سيرتك وطلتك للبسمة يا هبداية وذكرك يوم سماح جملت به غناية. انت سعادة وانت الفرحة انت منايا من رحمة الهي المولى جعلك آية. انت الجمرة انت وانت اجمل صورة وانت السب بمرادنا وكمان دكتورة. انت عبر حياتي وبرضو انت زهورة وانت الجانية لكن انت بس معزورة. الألم الكثير اصباب صدق عني وبسكت وبمشي لكن بس هواك كاتني. عشانك انت بنظم في القصيد وبغني يا ريت تدري بالأذى والعذاب متمني. تجينا العافية بس كل ما علينا تطلي انت تمسخي حياتنا وكمان بتحلي. انت البسمة والضحكة وعبيري وفلي وانت تعقدي امورنا وكمان بتحلي. انت الفرحة في الزمن العصيب وحزانة وانت الجمرة والبرق الشلع في سمانة. انت شبيهة الريل الورد وديانة انت جميلة لكن ريدك انت ازانة. انت ودنيتك كدي والايام اللي فيها شوف الجلد تخطو كما الحمامة مشيها. سمح البسمة والضحكة تكون في وشيها. سبحان الله سبحان الله رب القدرة من منشيها. من الشوق يمين أمس الألم مكسبنا وليه جرح القلوب بيريتك السببنا. في فصل الغرام ودفاتر ونحن كتبنا ياه الحب دروس في فهمها تعذبنا. الحب ريد صدق وإخلاص وأيضا قاسي والحب هو المجهجهم غلتي وحواسي. الحب لا تكون للريد زول متناسي والحب ضف لي سفن الأحبة مراسي. حبك في القلب موزون وجوه مكني وزي السيسبان وقت النسيم تتني. يا المربوع قوامك وبالجمال تتهني خجلت البنات كان في غناك لامني. حياتي رهينة لك وانا للجمال حبيت قلبك يا جميلة وطبعك تواليت. تريان في غرامك ومن سواه خليت عايش في هواك وانا قلبي مرة نسيته. خليتينا محبوسين متين ينفكة مسجون قلبي في سكة هواك موكة. أكان المال بيجيب خريج مدارس مكة كنت بكمل المدخورة صمة وفكة. وريدك جدد الأزب المآسل فيا وما بتشفيه لا كبسولة لا عملية. حيرت الطبيب كل مرة يكشف لي يا ست البنات راجك تحن علي. بريدك
يا مناي عيونك العسلية طابت بيك أيام السنة الغمرية، غرامك انت هالك وللقلوب ما زي نتعذب بحبك وانت عيش هنية، وبحثت عليك في كل في جوانك كنت ما عرفاني ما بتهنى دونك انت، بس من دون سبب ليه الفراق يا انت، هل يرضيك يكون مظلوم هواك يا انت، دونك كل شي في الدنيا ما بينفعنا، ويوم ما قلت باي يا كل فرح ودعنا، روحي ونفسي ليك وانا عنهم بستغنى، اصل الدنيا دونك لا طعم لا معنى. قبل اقول وداع انا مرة تاني بعيدة، انت البسمة في دنياي وشوفتك عيدة، كثير حاولت اسيبك الا نفسي عنيدة، شايفة الدنيا انت وانت فيها وحيدة، شايفة الدنيا انت وانت فيها وحيدة. ده نوع مختلف ونوع تاني من انواع الشعر اللي انت كتبتهم. نعم، هي الغزل. الغزل بداية ما عارف انت شايفة خجولة لكن جميلة هي جدا، للكتابات الشعرية بالنسبة للغزل بالنسبة لطالب في عمرك، يمكن كتابات جميلة، وبتمنى لك كل التوفيق محمد. قبل وأثناء الحوار اتكلمت عن انه كان في مجادعات شعرية ما بينك وبين خيلانك. نعم، يمكن المجادعات الشعرية من أنواع الشعر الجميلة جدا ومحبوبة لدى الجمهور والمستمع والمحب ومتابع للشعر عموما. تجربتك في المجادعات الشعرية؟ والله يلا الخال قبيلة أبو القاسم الحميم الشيخ، أنا قلت لكم هو وقف من الكتابة، لكن دي كانت كتابات قديمة. طبعا الشاعر لما يلقى لي شاعر ثاني بيتذكر كل شيء. أنا يمكن المجادعات هي عديدة من أنواع المجادعات عندي مع شعراء، لكن ما أذكر منها. أذكر يعني بدايتي كانت في المجادعات زي ما قلت لكم مع الأخ والزميل والأخ الإعلامي مصطفى عثمان عافة، دي كان يمكن بدايتي في المجادعات كانت معه، وثاني والأخ منتصر عبد الله المايدي، وكثير من الأخوان عندي معهم مجادعات كثير. كانت في شو؟ والله الأخ منتصر ده يمكن في الغزل في الفخر، مصطفى ده كان في البعاد، يعني هو كان في مشجرة وأنا كنت في هو في مزغط رأس السوق الصاد جاب، فكان في مجادعة يمكن دي حتى كانت في بدايات الشعرية، يعني حتى أنا كنت يعني أدب يمكن ما تم شهور وأنا بكتب في الشعر. هو كان يعني زول نقوله أسطورة الغافية إن صح التعبير في كان في وقته. بتذكر لنا منه؟ قلت له الزمن ابتعد ولما الفراق ما علينا، وبزأل عنكم صارت قلوبنا حزينة، الشوق فينا كميات دوام ما زينا، من الفرقة والحالة الميسرة فينا، قال لي تسلم يا الكلس أسد الرجال والزينة، حالك والحنين والشوق صبح بارينا، شيل الهم بعيد خلينا فوق طارينا، كيف الصحة والحالة القريب راجينا. قلت له تسلم انت يا القولك بضورتينا، يا ود عف عليك الشوق دوام ما علينا، يا هالحالة والألم البقالي غرينا، بيكاس الحنين والشوق دوام ساغينا. قال لي عاجبني النظم ساعة تجيد غافيته، ورتيب الكلام عندك بلغ عافيته، شاهد ربي يا الغولك ملك نرضيته، تزع تلقى خيرا راسي زاي حصيته. قلت له سراني الكلام ساعة نظمت بديته، يعجب في المغال لهج السحر غافيته، ربي المنزل الخيرات دعوت رجيته، يزعدك الكريم ويعطيك ما تمنيته. قال لي في كل الدروب شفنا المعاني كثيرة، منها انتو ناز عزة وشهامة وغيرها، شكشك في الزمان لاقينا عزة بصيرة، سبحان الكريم الخالق ولي تدبيره. قلت له شفنا ضبح تحير سمحة نادرة قليلة، فيكم انتو يا الساكنين عزة قبيلة، الكلمات بتعجب والمعاني جليلة، كم زاد الزمان بزيكم تجميلة. كان في هو نحن قبل ما نجي الجامعة، فكان هي حد المجادعة اللي كانت هنا، فتاني جينا الجامعة وعدينا زمن يمكن وما تلاقينا، بعد الجامعة هو ما تلاقينا، فأنا قلت له بحثت كثير ولفيت بس عشان نتلاقى، والشوق فينا زايد والأيام فراقة، بتين الفرحة والبسمات يكون إشراقة، زي صحب الخريف لما تشوف براقة. قال لي عارفك زول كلس والفرسة فطني طاقة، وبكرة البسمة تكمل لما يوت نتلاقى، عذرا يا الأصيل كتر المشاغل، ساغة لي نفسا بقت لزيكم مشتاقة.
قلت له بتين يا فرحة بدعوتي وتجيني طوالي، ومتين نتلاقى يا صاحبي يا صاحبي العزيز الغالي. يمين بزيكم كل مرة ينسر بالي، يذهب عنا الحزن الصبح متوالي. قال لي تبشر بالعديل سيد المغام العالي، بالدرب الطويل تقطعت أوصالي. سقني الشوق على دار بقدر حالي، لا في العمة شايل الهمة فوق ليش عالي. وله التحية من هنا الأخ مصطفى عثمان عاطف. وإن شاء الله تمر الأيام وتتلاقوا. نتلاقينا الحمد لله. محمد شكرا لك جدا، يمكن دي كانت اتكاءتنا عبر أحرفك وعبر كلماتك المختلفة من الدوبات ومن الشعر بأنواعه المختلفة. شكرا جميلا على هذه المساحة. شكرا لكم على هذا الاستضافة. شكرا محمد الطيب البدري الركابي، شكرا لكل الناس اللي تابعتنا من خلال حلقة اليوم من برنامج اتكاءة النصر على قناة النصر 24، لحد ما نتلاقى في اتكاءة مختلفة مع شاعر مختلف وكلمات مختلفة. أقول لكم مع السلامة وفي أمان الله.